اوكي اذا هلا هون رسمنا احنا رسمنا VAN ورسمنا VBN. VAN هي الفولتج من A للسنتر تاب، VBN هو الفولتج من B للسنتر تاب. الان اللود احنا بدنا نحقق الفريكوانسي، الفريكوانسي تبعت اللود بدها تكون نص الفريكوانسي تبعت السبلاي. ما بنقدر، دائما قلنا القاعده انه في لود لازم تكون اقل من في سبلاي، في اوت لازم تكون اقل من في سبلاي. في الحاله هي احنا بدنا اياها تكون 25، الفريكوانسي تبعت السورس 50 هرتز، فبدنا نطلع نص الفريكوانسي. حتى نطلع نص الفريكوانسي انا رسمت هون في اي ان واوت اوف فيز معها 180 درجه، اوت اوف فيز معها VBN هي 180 درجة out of phase. تمام، هلا حتى نعمل نطلع نص الفريكونسي رح ناخذ كل 2 سايكلز رح يكونوا بوزيتيف، و 2 سايكلز اللي بعدهم او 2 هاف سايكلز اللي بعدهم رح يكونوا نيجاتيف. فالويف فورم اللي هي لونها احمر هون تحقق هذا الجزء منها بتشغيل واحد. طيب بهاي الفترة ايش بدي اشغل؟ بقدرش اشغل واحد لانه مش رح يشتغل، بدي اشغل اثنين لانه في الفترة هاي هذا بوزيتيف، بس بالفترة اللي هون هذا بوزيتيف من هون، فحتى اشغل اذا شغلت اثنين رح يطلع معي بوزيتيف، اذا هون رح يكون عندي بهاي الفتره شغال اثنين. هلا رح نيجي للفتره هاي، عمليا انا ما بديش هاد ولا بدي هاد، بدي هذا الجزء وهذا الجزء من هون. حتى يجي معي هذا الجزء شو بدي اشغل الان؟ اربعه، بدي اشغل اربعه. واضح ليش اربعه؟ الكل فاهم؟ اذا هون رح اشغل اس سي ار اربعه، هي هاي امتداد لاثنين. ها؟ فانا بدي هون في بي ان تدخل. حتى في بي ان تدخل معي من هون بدي اشغل اربعه لان هي بالفتره هاي نيجاتيف، وبعدين لازم اشغل ثلاثه. بعدين برجع مره ثانيه هون بشغل واحد وهون بشغل اثنين وهكذا. هذه ابسط الانواع، طبعا ابسط الانواع. شو مشكله هاي الارينجمنت؟ انها لازم تكون مضاعفات. اول شيء انها انا هون ظاهريا انا عم بقول لازم تكون مضاعفات، وهذا مش صحيح، في طريقه ثانيه. بس احنا هون اذا اتبعنا هاي شو لازم تكون الفريكونسي؟ يعني بقدرش احقق غير ايش؟ واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، واحد على أربعة، واحد على خمسة، واحد على ستة. هذا طبعا سيء، بس هو مش ضروري، في طريقة أحسن من هاي الطريقة ممكن نعملها. بس هاي الطريقة اللي هون إيش كمان مشكلتها؟ الهارمونيكس عالي فيها. ليش الهارمونيكس عالي فيها؟ لأنه في البداية لما المفروض تكون الويف فورم قليلة أنا عمالي بحط الفل، وبالنص لازم أحاول أميز إنه بالنص مثلا أحط يكون الفولتج أعلى وبالأطراف يكون الفولتج أقل. لو بدي احقق الان ثلث الفريكونسي شو بعمل بهاي الطريقه البدائيه؟ ثلث الفريكونسي شو بعمل؟ بشغل واحد اثنين واحد، بعدين ايش بكون دوره اجى عندي؟ ثلاثه اربعه ثلاثه. يعني لو بدي اف لود، لو بدي اف لود تساوي اف سبلاي على ثلاثه، يعني 16.6 هرتز، بكون السويتشنج سيكونس بكون واحد اثنين واحد ثلاثة أربعة ثلاثة، بعدين برجع عندي واحد ولا برجع اثنين؟ واحد اثنين واحد ثلاثة أربعة ثلاثة، وبرجع واحد كمان، واحد اثنين واحد ثلاثة أربعة ثلاثة وهكذا. إذا بدي اف اس اف ال تساوي اف اس على اثنين، يعني بدي الفريكونسي تكون 25 هرتز، السويتشنج سيكونس رح يكون 1 2 4 3، وبعدين برجع مره ثانيه 1 2 4 3 1. اذا بدي اياها تكون على 4 مثلا، اف لود بتساوي اف اس على 4، يعني قديش بتكون الفريكونسي؟ بتكون 12.5 هرتز. بكون السويتشنج سيكونس عندي شو بكون؟ بكون 1 2 1 2 1 2 1 2 وبتصير 4 3، مش هيك؟ مضبوط، 4 ثلاثة أربعة ثلاثة واحد. اوكي ماشي واضح؟ الديس ادفانتجز اثنين الرئيسيتين في هذه الدائرة. في مشكلة الأولى إنه عندي الهارمونكس عالية، والمشكلة الثانية إنه أنا هون افترضت إنه مش قادر أنا أجيب غير هول مالتيبلز، يعني إنها تكون السبلاي فريكونسي هول مالتيبل للود فريكونسي، وهذا مش صحيح. في طريقة أحسن من هاي الطريقة. أدخل هذا.